اهلا بحضراتكم مره ثانيه، عوده ل 10 الصبح في الاهلي واخر فقرات حلقتنا النهارده. الحقيقه عندنا مجموعه من الملفات الكرويه اكيد كلها متعلقه باستعدادات النادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله هيحصل ايه، وكمان قرعه مسابقه الدوري اللي اقيمت بالامس هنتكلم في الموضوعات دي وغيرها مع ضيفنا اللي منورنا كابتن ايهاب المصري مهاجم المقاولين العرب ومنتخب مصر السابق. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك. صباح الفل، منورنا. وانا عارفه الميعاد بيبقى صعب شويه بس يعني هو المدارس بقى برضو يعني الواحد يتعود بيصحى كده كده في المدارس. منورنا يا كابتن ايهاب، وانا هبدا بقرعه الدوري امبارح. شفت ازاي يعني التنظيم والحدث، وبرضو كان في نقاط كتيره عايزين نتكلم فيها. فكره بقى الواحد عايز يعرف الجدول بتاع مباريات من بدري والصوره تبقى اوضح من الموسم اللي فات علشان ما يتكررش تاني الماساه او ما تتكررش الماساه. يعني هي بدايه خير امبارح، الواحد متفائل بالرابطه، طبعا رابطه الانديه الجديده اتمنى تكون عند حسن ظن الناس. البدايه امبارح كانت موفقه بشكل كبير جدا، الحفل كان شكله محترم ويليق بالكره المصريه، دعوه الرموز للكره المصريه ودعوه تكريمهم امبارح بشكل جيد، وهم اللي يسحبوا القرعه. صحيح. اعتقد الحاجات دي هي حاجات بسيطه بس كنا نفتقدها الفتره اللي فاتت، ادت صوره حلوه في النهايه الحقيقه، كان الشكل العام كويس طبعا. فعلا فاتمنى الاستمراريه، اتمنى ليهم التوفيق. امبارح عرضوا طبعا التوقفات اللي هتحصل للمنتخب المصري في خلال الفتره اللي جايه، في بطوله كاس العرب وفي بطوله امم افريقيا وان شاء الله نوصل كاس عالم. في امور كتيره جدا وفي ماتشات في تصفيات كاس العالم لسه طبعا. النادي الاهلي موضوع كاس العالم الانديه والسوبر الافريقي ما تحددوش، فده كمان من ضمن الماتشات اللي هيتم يعني هيبقى في توقفات ليها الفتره اللي جايه. اتمنى الاستمراريه، اتمنى اللي اتقال امبارح في المؤتمر وفي القرعه يتنفذ فعلا بشكل كويس. نتمنى ان احنا نشوف مسابقه، طبعا الموسم هيبقى صعب جدا وموسم استثنائي على الجميع، هيبقى فيه ضغط كبير جدا جدا. اتمنى ان احنا نقدر نحافظ على الشكل العام بشكل كويس. هيحلو اكيد بوجود الجماهير. بالمناسبه ايه رايك في القرار اللي يعني صدر عن رابطه الانديه بان ان شاء الله في الموسم ده من الدوري هيكون لكل فريق 1000 مشجع موجود في الاستاد؟ انا شايف دي من احسن القرارات اللي اتخذت امبارح. اتمنى بقى يعني اللي انا نفسي فيه واتمناه طبعا الجمهور يكون عند حسن ظن يعني طبعًا. عند حسن ظننا طبعا لما يرجع يحافظ على حضوره، وعشان نقدر يعني او تقدر كرابطه اللي هي تزود العدد طبعًا. لان لما يتواجد الجماهير بشكل كويس بشكل محترم وتشجع باسلوب حضاري واسلوب محترم بيشجع فريقه بس ما يتدخلش في اي امور تانية، اعتقد هيبقى ده هيبقى حافز ودافع للرابطه اللي هي تطلب من الامن زياده صحيح. الاعداد صحيح. وده اللي احنا عايزينه، لان الكره من غير جماهير احنا شفنا الفتره اللي فاتت كنا بنعاني. طبعا مع احترامي الكامل يعني لدوله ليبيا، احنا شفنا في ليبيا كان في 5000 متفرج صحيح. احنا ما نقلش في سوريا فيها جماهير بتحضر، احنا ما نقلش على الناس دي، طبعا احنا بنتفوق عن الناس دي كلها. فاحنا نتمنى ان احنا نلاقي الجماهير بشكل حضاري وبشكل محترم، وده الدور اعتقد يعني دور الاعلام الفتره اللي جايه اللي هو يبدا يوعي الجماهير على الفتره اللي جايه، الحضور يبقى شكله عامل ازاي. لازم يعني تروح تشجع فرقتك، تهتم بفرقتك بس عشان تقدر بدل ال1000 نزود ل5 و6 و10 كمان، وتبقى الامور ترجع لطبيعتها تاني، لان احنا نستاهل احسن من كده بكتير. طب امبارح اتقال برضو ان هيتم او هيحصل توقف يعني تقريبا 200 يوم حاجه زي كده بس يعني عشان المشاركات الدوليه وغيره، بس مش ده برضو ممكن يحط ضغط على اللاعبين ولا؟ ما هو احنا لسه بنتكلم ان ده هيعمل ضغط على الانديه كلها، فيها هيبقى في ماتشات ممكن بعد كل 3 ايام كل يوم. حل ايه برضو؟ ما احنا هنرجع ده موسم استثنائي، هو ده موسم استثنائي. القايمه دلوقتي واللي فات قالوا عليه استثنائي، ما هو احنا للاسف احنا كنا نتمنى ان احنا نبدا زي العالم يعني العالم كله ونمشي في الامور الطبيعيه. احنا دلوقتي لسه هنبدا دوري الانديه، العالم كله شغال في الدوري عادي، احنا لسه القيد اتقفل من 3 4 ايام، الانديه خلاص داخله على انتقالات يناير في العالم كله، واحنا لسه بنقول يا هادي. فاحنا كنا نتمنى او نتمنى للموسم اللي هي يعني اللي هيبدا بقى الموسم اللي بعد اللي هينتهي ده ان شاء الله باذن الله، يكون الامور بقى نرجع نمشي زي العالم ما ماشي، ونبدا بقى معاهم كده واحده واحده وننظم مسابقه محترمه. فكرك الجدول هيمشي بشكل منتظم ولا برضه هنشهد تاجيل مباريات الى اجل غير مسمى زي ما حصل قبل كده؟ انا اتمنى اللي هو يمشي زي ما هو، لكن طبعا ممكن نتحط في ظروف صعبة بقى، أي ظروف أمنية، الأمن يعترض على إقامة لقاء في توقيت معين، الأمن يعترض على ظروف حاجة بتحصل معينة. فأتمنى اللي يحط الجدول يراعي برضو المواعيد دي، ما يحطهاش في مناسبات تحرج الأمن أو تبقى يعني أو تشكل عبء عليه، تشكل عبء على الأمن. فلازم يكون مراعي الأمور دي عشان الأمور تمشي منتظمة وفي شكل ملتزم لكل الناس يعني. إن شاء الله بإذن الله.